من جانبه قال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني إن الحكومة عازمة على بناء مؤسسات الدولة داعيا الخبرات السودانية للمساهمة في هذا الشأن، مؤكدا حرص الحكومة الانتقالية على إرساء دولة العدالة والقانون. الأولويات بالنسبة لعمل الحكومة في الفترة القادمة ليس فقط مجرد حل المؤتمر الوطني، ولكن حتى تفكيك بنية التمكين، ليست السياسي فقط، السياسي والاقتصادي والأمني للمنظومة السابقة. دي مسألة هي من أولويات الفترة القادمة، وحتشهد وحتشوف الناس الإجراءات اللي حيتم اتباعها في هذا الإطار. كل إجراءات بتتم في إطار قانوني لإرساء دولة القانون اللي بتبحث عنها الناس.